السلام عليكم. من منا لا يستعمل زيت المائدة في بيته؟ هذه المادة تعتبر مادة استراتيجية، لأنه ما فيش طبخ، ما فيش أكل، ما فيش أي صناعة غذائية بدون مادة الزيت. إذن الزيت النباتي هو هذا يعتبر مادة استراتيجية، مثلها مثل السكر، وتدخل في صميم ما يسمى بالأمن الغذائي. بعد ما عرفناكم بمشروع تاع إنتاج زيت المائدة نتاع بجاية تابع لمجمع سيفيتال، اليوم نعرفوكم بالمشروع الثاني نتاع المركب لإنتاج زيت المائدة إذن، والذي يقع في منطقة جيجل، بالقرب من ميناء جيجل بمنطقة كوتاما، مسمى بكوتاما. إذن نستعرض الآن لكم المصنع هذا، ويعني المراحل اللي مر منها منذ أن كان تابع لمجمع كونيناف، ثم تم نقل الملكية إلى مجمع وطني ومجمع مدار. إذن واللي يعني كانت فيه مشاكل لعاود بإعادة انطلاق المشروع هذا. إذن سوف نستعرض كل هذه المراحل اللي مر منها هذا المشروع إلى يومنا هذا. نخليكم تتابعون هذا الفيديو بدون ما نطول عليكم، والسلام عليكم. تعليمة رئيس الجمهورية القاضية بنقل ملكية مصنع جيجل لإنتاج الزيوت الغذائية والأعلاف من مالكه السابقين، يعد تجسيدا لالتزام السيد الرئيس باسترجاع الأموال المنهوبة. مشروع كما هذا يعني مثل إضافة كبيرة، مدى بناء يعني كان يعني يكملوه ويفتحوه يعني في أقرب وقت. هذا المصنع هو مصنع مهم جدا للاقتصاد الوطني، ومهم للمنطقة، لأن هذه المنطقة منطقة جيجل هي عندها ندرة كبيرة في المشاريع. الخطوة إيجابية مليحة تجر الاقتصاد الجزائري بيان سور، ما تقعدش هكذا حبس شرتو في لابيريود كيما هذه. تأكيد رئيس الجمهورية على تسريع إجراءات نقل الملكية يعود أيضا للأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا المشروع الصناعي بالنسبة للاقتصاد الوطني. الأشغال في المصنع توقفت في شهر جوان 2019، كانت نسبة 70%. ها هي المسيرة تتواصل ليكشف وزير الصناعة جاهزية مصنع كتمة لإنتاج زيت المائدة قريبا بولاية جيجل، لتدخل بذلك الجزائر مرحلة الاكتفاء الذاتي من حيث إنتاج مادة زيت المائدة. هذا المنتوج اللي أصبح ضروري وراح يسمح لنا نقول لك لتلبية اقتصادنا، لأن المشروع الثاني ممكن في أفريل يدخل القطاع الخاص، والمشروع تاعكم يدخل منا نهاية السنة يصبح عندنا اكتفاء، ويصبح لنا راح يزود وتصبح دولة مصدرة خاصة للدول المجاورة إفريقية وعربية اللي تطلب هذه المادة. كما قال سيد رئيس الجمهورية في الزيارة الأخيرة في معرض دولي، لاحظت سيد رئيس الجمهورية قال باللي مادة السكر ومادة الزيت راح نصبح من الدول المصدرة. الانتقال من موقع المستهلك إلى موقع المنتج ثم المصدر هو ما عكسته الحركية الاستثمارية التي يعرفها قطاع الصناعة، بهدف جعل الجزائر من بين الدول الرائدة إفريقيا في إنتاج زيت المائدة. اليوم الحمد لله تجسد ميدانيا بعد 3 سنوات من ديسمبر، اليوم نشوف بلي جسدنا كل الوعود من منظومة قانونية استثمارية، من نصوص تنظيمية، من إعطاء نشاط اقتصادي، وإن شاء الله سوف تكون هذه الولاية واعدة فيما يخص مادة الزيت اللي راح تصبح ولاية وتصبح الجزائر من دول المصدرة لهذه المادة إن شاء الله. يبدو أن الأسطر الأخيرة لقصة ندرة زيت المائدة ستنتهي مع إطلاق مصنع كتمة، لتكون انطلاقة لقصة جديدة بعنوان زيت المائدة الجزائري يغزو الأسواق. بعد توقف أشغال الإنجاز لبضعة أشهر، ها هو اليوم مشروع مصنع إنتاج الزيوت في جيجل لمالكه الجديد مجمع المدار يستأنف أشغال الإنجاز على أن لا تتعدى المدة 13 شهراً.
احنا على اقصى تقدير هو 13 14 شهر، لكن احنا نحاول نقصر هذه المده مهما كان، يعني راح تكون فتره تجريبيه، لكن يعني كما في كل مشروع، خاصة هذا المشروع كما قلت لكم مشروع كبير، مشروع يحتاج، هو مشروع غذائي منزج بلي هذه مواد غذائية، لازم الواحد يكون ياخذ كل الاحتياطات فيها. مشروع إنجاز مصنع إنتاج زيت المائدة بجيجل أحد أكبر وأهم المشاريع الاستثمارية، من شأنه فتح باب التوظيف وتوفير الآلاف من اليد العاملة المباشرة وغير المباشرة. المركب هو مركب من المركبات التي تعطي فرص عمل وتوفر فرص عمل كثيرة، وكما قلت فرصة العمل لو منصب العمل الواحد في مركب مثل هذا ممكن يخلق 5-6-7 مناصب عمل غير مباشرة. إعادة بعث مشروعين مهمين على مستوى يعني المنطقة، مشروع الزيوت على مستوى منطقة المحادية لميناء جنجل، على مستوى ميناء جنجل اللي راح يعطي حركية أخرى للميناء ميناء جنجل من حيث عملية الاستيراد وعملية التصدير لمواد خارج المحروقات، وانطلاق كذلك يعني إعادة بعث مشروع منفذ جنجل العلمة. اهتمام السلطات في إتمام هذا المشروع الضخم في تاريخه المحدد رهان كبير لما له من أهمية اجتماعية واقتصادية ذات بعد وطني.